وجديد اعمالي لغادي نركز نقول معايا يعني عندي 3 قطاع فانا محتاره شكون اللي غادي ننزل الاول. 2 تصوروا كليب فعلا، وحده غادي تصور ان شاء الله في امريكا، غادي نمشي ان شاء الله يوم السبت، وان شاء الله ربي يعني انه نتمكن انني نصورها. اغنيه حسانيه سميتها تري بابا تري ماها، وكذلك هي اغنيه اخرى هي بالامازيغيه الخنيفريه او نقولوا الامازيغيه ديال الاطلس. كذلك اغنيه اللي غادي تكون وغادي تشوفوا فيها مفاجاه لانه اللي عزف معايا وغنى معايا هو الستاتي، فغادي تشوفوا هذه الاغنيه بالامازيغيه هو اللي دار معايا لوتار الله يحفظه من خلالكم كنشكرو. بالنسبه للاغنيه الثالثه وهي اغنيه من كلمات والحان محمد أمير والتوزيع للرائع بدر المخلوفي. والفنان ما عندوش حدود، طالما الله سبحانه وتعالى حباني بخامه صوتيه نقدر نغني بها، يعني كيقول لك كتقدر على الحاجه غير ديرها طالما. فالحمد لله شفتوا استحسن الجمهور وكان تجاوب كبير. وهذا انا ماشي لوني الراي، ولكن انا ماشي صحراويه فقط، انا مغربيه انتمي من طنجه للقويره، نغني جميع الالوان طالما انه في طاقتي انني نغنيها. الاعمال الرمضانيه رائعه، انا بالعكس الدراما فرحانه ليها بزاف، هي في تطور كبير. الدراما حصه الاسد او نقولوا يمكن المهيمنه في هذا يعني هذا الموسم، وهي الرائعه دنيا بوطازوت اللي فعلا نقولوا قامت بدور كبير، ماشي لانه دور الشيخه او غيره بغض النظر من دور، ولكن فين ما حطيتيها تبارك الله عليها كتكون رائعه في كل ادوارها. وما نستثنش كذلك الفنانين الاخرين اللي كانوا في المستوى. دراما مغربيه رائعه هذا الموسم. أنا ما يمكنش نجاوب، أنا لست في محط أو أنا في مكان نقدر نعطي مثلا رأيي أو نبدأ ننتقد، ولكن اللي نقدر نقول هو أنه كل إناء بما فيه ينضح. رأيك اللي صحيح نخرج به ياسين العمري خصوصا المسلسلات؟ راه قلت لك جاوبتك، كل إناء رأيك في التصريح أنه كان شوية كيهم المسلسلات. أول حاجة طالما هي مهنة وكاينة ومشرعة في المغرب، يعني من اخلاقنا ومن اخلاق الاسلام ومن اخلاق كل واحد انه ما كنهينوش شي واحد، هذه من اخلاق الاسلام، ما كنطيحوش بشي واحد وما كنهينوش، حتى لا بغينا نقولوها كنقولوها بواحد الطريقه غير ما تكونش جارحه، مثلا بغينا نقول واحد انتقاد انا ما كنقولش لدور الشيخه او اي دور اخر. اما بالنسبه لهذا الشيء فانا رايي قلت لك كل واحد داك الشيء اللي فيه هو كيبينه، يعني هو اللي قلت لك كل انسان او كل اناء بما فيه ينضح، وهذا هو جوابي. ما نعتقدش لانه الشيخه اللي كنتكلموا عليها احنا الشيخه العيوط والشيخه اللي كانت مقاومه خربوشه، هذا الشيء اللي عندها تاريخ كبير ما يمكنش علينا نقولوا عليه هذا الكلام. ولكن هناك استثناءات ربما يعني ببعض التصرفات او ببعض الحركات او ببعض الاشياء اللي اصبحت دخيله على فن العيطه او فن الشيخه، هي اللي ربما الناس كينتقدوا، وما كنعموش على الجميع، احنا دائما هناك استثناءات.